맞았어. 일 맞았어. 너희들 맞았어. 와! 와! 맞아 반디나. 칼. 와! 나. 너희들 맞았어. 밀 맞았어. وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شربيه. طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله. يبارك لك يا رب. الو أنا خميس يا فندينا. ألو الحق يا كبير. خميس بره وجايب معاه راجل من رجالة هريج. بتقول إيه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابة. نضرب عليه نار يا كبير. لا أوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكلة مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري وقول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ايه ابنك يا حاجه. خميس دماغه انشف من ريق العطشان. قولوا بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. اقول لك ايه؟ ده امر امر يا ابو سنه. جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجالة بتتواجه. ما بيخبوش رجالة في الضلمة. ودي مرسالك. يلا يلا. يلا معلم.